كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله اموركم زينه. غير الكروسان اللي احنا بنصلحه معكم شايفين، بدخله بالفرن الحين بعد التخمير جاهز. عندي كميه بهارات بشكل طبيعي، شايفين هذه بهارات، وهنا كلها انواع بهارات. طبختنا اليوم طبعا دجاج زين ستريبس، بيعجبكم. نفكر في الكروسان، كروسان تكون معنا في الموضوع، فشيء جديد خرافة. طبعا عندي الحين كل انواع البهارات هذه شايفين، كلها بنزلها هنا عندي في المويه كله مع بعض. بعدها بحركهم، نبدا ننزل الدجاج فيها. تتنقع تقريبا ساعة كاملة، تقريبا بعد ساعة بعد ما تنقعها. طبعا انا عندي منقعة اللي جاهز ساعة كاملة. تبدأ تقصها بالطريقة هذه، الصدر الواحد يطلع معك بالطريقة هذه، ثلاث قطع شايفين؟ الموية، حبة بيض، نحركه مع بعض كذا. بعدها الدقيق كله مع بعض. طبعا عندنا اسماء غريبة. اول شيء البهارات حقت الدجاج العادية، هذا العادية زين، هذا اللي هو خردل سنا باودر زين. وعندي هنا خمس بهارات صينية كلها، نسويهم كلهم مكس مع بعض في الدقيق حقنا، كلهم نسوي مكس. عندي قطعة الدجاج نحطها كذا بالدقيق، بعدين نعطيها نفضة بالطريقة هذه، بعدين مرة ثانية بالدقيق اللي فيه موية وبيض، ونرجعها مرة ثانية للدقيق نفسه. شوف كيف تطلع الحين، لازم هذه العملية تسويها بيدك عشان يطلع الطعام الصدقي، وتصير مليتها وتطلع خرافية زي هذه. شوف كيف طالع، شايفين؟ شوف عندي الزبدة. طبعا الحين المرحلة اللي بسويها اللي هي تذويب الزبدة، بنبدأ في الصوص على طول. عندي هنا ثوم على طول، شايفين؟ ثوم مع الزبدة، نحركها كذا، وفوقها صويا صوص كلهم ورا بعض. عندي برضو بابريكا وشوي اللي هو الفلفل، نحركهم ورا بعض يطلع صوص خرافي. أنا عارف كذا في النهاية. شوفوا صار ميكس الحين، أهم شيء الثوم ما يحترق اللي مع الزبدة، وفوق العسل، هذه كمية العسل كلها. نبدأ نحرك على خفيف، شوفوا كيف قوام الصوص، أهم شيء إنه ما يحترق الثوم، إذا احترق الثوم خرب الصوص. طبعا كذا جاهزة عندي، بسم الله ننزلها بالزيت على طول، ثانية وراها. كذا طلعت الكروسان من الفرن، نقصها بالطريقة هذه شايفين؟ نقصها كذا بالطريقة هذه. بعدها اجيب عندي اللي هي الحشوة هذه. طبعا الحشوة هذه مايونيز مع نسيت شو اسم الخضار هذا، ملفوف، مايونيز مع ملفوف. نقول بسم الله ونجرب معكم، شوفوا كيف طالع. شايفين كروسان فيها هذا الشيء الجميل. طب حشوه سويتها كلها كامله معكم، خلينا نقصها بعد عشان بعد تشوفونها كيف من جوا.
بسم الله. ورغبه حالي سبايسي خرافيه.